يقوم محافظ الأسكندرية دكتور محمد سلطان ومدير أمن الأسكندرية اللواء مصطفى النمرة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشرطة، وذلك بمناسبة أعياد الشرطة 66. وللمزيد من التفاصيل معنا مفاد لايف رجائي رمزي. مرحبا بك زميلي رجائي من عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الأسكندرية وسط هذه الأجواء التي ما زالت مستمرة للاحتفال والاحتفاء بعيد الشرطة 66. ما هي الأجواء لديك الآن من عند النصب التذكارية؟ أهلا بكم مشاهدينا. ما زلت كما ذكرت زميلتي العزيزة ماجل، ما زلنا في هنا أجواء الاحتفال بأعياد الشرطة هنا في محافظة الأسكندرية. طبعا يسعدنا أن ينضم إلينا عبر شاشة يون لايف سيادة محافظ الأسكندرية الدكتور محمد سلطان. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بكم في أسكندرية، وكل سنة وكل رجال شرطة مصر بخير وصحة. طيب كان في تصريح لحضرتك، تصريح مهم جدا، انا لست سوبرمان. التصريح ده حضرتك قلته في نطاق المشاكل اللي هي بتواجه المحافظه، حضرتك شايف ايه التحديات، ابرز التحديات اللي بتواجه المحافظه وجود حضرتكم في القضاء على هذه المشاكل؟ اولا طبعا بهني كل رجال وزاره الداخليه ورجال الشرطه ورجال قواتنا المسلحه بعيد الشرطه. الحاجة الثانية طبعا زي ما حضرتك قلت، الحقيقة المشاكل وحجم المشاكل الموجودة في المحافظة مشاكل كبيرة جدا، محتاجة تحديات كبيرة، لكن الحمد لله بنشتغل فيها بصورة جيدة. في استعجال من المواطن السكندري وأنا مقدر ده، لأنه فترة طويلة لم يتم تنفيذ العديد من المشروعات، وده أدى إلى إنه المواطن مستعجل عايز الحاجة تتم بسرعة. التصريح ده جاء من هذا المنطلق، لكن الحمد لله احنا بنشتغل بخطوات ثابته، في متابعه للخطه، في تعاون بيننا وبين مثلا المنطقه الشماليه العسكريه وبين وزاره الداخليه وبين كل الجهات التنفيذيه. في تحديات كبيره في اسكندريه، اسكندريه العاصمه الثانيه، مش اي محافظه، عندنا كثافه سكانيه 5 مليون مواطن، عندنا تحديات كبيره، لكن الحمد لله ماشيين بخطوات جيده. ويمكن عرضنا التحديات دي في مؤتمر الشباب على السيد الرئيس، كان اهمها طبعا الحيز العمراني، واللي كان مشكله كبيره جدا ضيق الحيز العمراني في الاسكندريه، والحمد لله تم التصديق على زياده الحيز العمراني لاسكندريه 18 فدان جنوبا وشرقا وغرب الاسكندريه، وده هيعمل انفراجه كبيره جدا في التخطيط العمراني للاسكندريه، وده اشتغلنا فيه وخلصناه يعني في الخطوات النهائيه بتاعته. الحاجة التانية والتحدي الكبير التاني اللي كان بيواجهنا هو المحاور المرورية. اسكندرية عبارة عن ثلاث محاور مرورية عرضية، وهذه المحاور يعني مكتظة بالسيارات، مزدحمة بصورة كبيرة جدا، لابد من تطويرها. طبعا هم أهمهم محور الكورنيش، محور ترام الرمل، محور قطار أبو قير، وأضفنا محور رابع هو محور المحمودية، وده مشروع كبير جدا، مشروع قومي، سيادة الرئيس بيتابعه بنفسه، بتقوم به المنطقة بتنفيذه ان شاء الله الشعب الهندسيه في المنطقه الشماليه العسكريه، في تعاون بين المحافظه وبين المنطقه الشماليه وبين الكليه الفنيه العسكريه لتنفيذ هذا المشروع. ده مشروع كبير هيبقى محور مروري وشريان امل لجنوب الاسكندريه، وده هيخدم المنطقه التخطيط العمراني الجديده. ايضا في مشروع تطوير ترام الرمل، ده مشروع كبير بالتعاون مع وكاله التنميه الفرنسيه، مشروع تطوير قطار ابو قير، لكن هذه المشروعات دائما بتحتاج الى توقيتات مناسبه، لانه الحقيقه في صعوبه كبيره جدا في تنفيذ توقيتات اعتقد وتمويل. تمويل وتوقيتات، لانه في صعوبه حتى لو توفر التمويل في صعوبه في تنفيذها، لانه لابد من خلق محاور مروريه بديله حتى لا تتوقف الحركه المروريه. التحدي الكبير ايضا هو كان املاك الدوله ومشاكل المستثمرين، وده بنشتغل فيها كويس، كان عندنا الحمد لله في خطوات سريعه لحل مشاكل المستثمرين بصوره جيده، بنحاول يكون هناك تفاوض وهناك اتفاقات يعني قانونيه مع المستثمرين بحيث ننهي النزاعات اللي كانت موجوده، وده تم بصوره جيده جدا، والعديد من المستثمرين دفعوا العديد من المستحقات اللي كانت مستحقه للدوله، ويتم تسويه اوضاعهم الان. مشكله النظافه يمكن من المشكله الكبيره اللي بتواجه اسكندريه، احنا عندنا صحيح عندنا استقرار الان في عمليه النظافه، في تعاقد تم مع شركه نهضه مصر احدى شركات المقاولون العرب، وشركه جيده وبيتم دعمها بصوره جيده جدا، في استقرار، لكن ما وصلناش لمستوى النظافه اللي انا برغبه او اللي الدوله عايزاه، لكن ان شاء الله في خطوات جيده في المستقبل، في افكار للتشجير واعاده الميادين العامه والحدائق العامه في الاسكندريه بصوره جيده، بنعمل فيها على قدم وساق مع كليه الهندسه، مع كليه الفنون الجميله، مع المتخصصين في هذا المجال، في تعاون بيننا وبين الجامعه بصوره كبيره جدا، يعني
يعني ده ملمح يعني رئيسي على التحديات استراتيجيه. كمان حضرتك كمان تحدثت عن استراتيجيه المحافظه ل 2030. طب حضرتك عرف عنك يا دكتور ان حضرتك يعني بتغرد خارج السرب، بتفكر خارج الصندوق اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا كده، وحضرتك اقترحت وحده التدخل السريع للقضاء على مشكله العمارات المخالفه. حدثنا شويه عن هذه المبادره. هو بص انا اول ما جيت طبعا المباني المخالفه في اسكندريه منتشره بصوره جيده جدا، ولقيت انه نفس التعامل هيتم بنفس الطريقه اللي كان بيتعامل بيها مع كل المحافظين السابقين، فتوقعت طبعا ان اوصل نفس النتيجه. لو تم التعامل بنفس الطريقه هنوصل لنفس النتيجه. هي انا بتحرك في محورين، محور ان هو ايقاف اي مباني مخالفه في الوقت الحالي، فده كان محتاج وحده تدخل سريع، بيتم التواجد اثناء العمل، بيتم مصادره كل المعدات ومواد البناء وعمل المحاضر القانونيه لايقاف المخالفين. الحاجه الثانيه الحقيقه احنا بنشتغل كويس جدا في تعديل القانون، والقانون ده هيبقى فيه تغليظ العقوبات للمخالفين. الحاجة الثانية لتوفيق الأوضاع السابقة، والحاجة الإضافية أيضا في القانون أنه يبقى فيه تخصص في البناء، يعني ما يسمحش البناء لأي حد، يبقى فيه شركات متخصصة، يبقى عندنا رؤية واضحة لهذا الموضوع وكنترول واضح. والحمد لله القانون بيتم دراسته الآن في مجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الوزراء ومراجعته من وزارة الإسكان، بيتم مراجعته الآن في مجلس النواب. شكرا لك سيادة المحافظ دكتور محمد سلطان على كلمتك وعلى وجودك معنا على شاشة أونلاين. شكرا، نورتوا اسكندرية. شكرا لك يا فندم. شكرا. إذن مشاهدينا كان معنا دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية متحدثا عن خطة المحافظة ل 2030 وأيضا أبرز التحديات التي تواجه المحافظة. عودة إلى الزملاء.